شكلك متوهق، بتدخل جامعة ولازم تنزل انجليزي بس كذا؟ ايش اجل عندك مقابلة عمل وبالانجليزي؟ يا ذا الليل، ودك تتكلم مع اشخاص بالانجليزي؟ حلو حلو. طيب لغتك الانجليزية ضعيفة وتبغى تطورها؟ حلو، عندي حل، جد جد ما امزح. شوف الدولاب اللي جنبك، في شيء على الجنب، اي تحصله هنا، جيبه وتعال، هذا هو الحل. ايش المقدمة هذه يا اثنين؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، ايش اخباركم؟ شو مسويين؟ ان شاء الله طيبين. طيب يا جماعة الحل موجود، اي نعم هناك في الدولاب على الجنب. لا والله جد هذا تطبيق كاملي، هذا التطبيق راح يساعدك كثير. طيب ايش هو هذا التطبيق الثنيان؟ ايش يسوي؟ ايش فائدته؟ انا اقول لك، حط يدك زي كذا واجلس وراح يجيك الحل. طيب تطبيق كاملي هو تطبيق يخليك تتكلم مع اشخاص لغتهم الاصليه هي الانجليزيه، والتطبيق هذا موجود على ايفون وعلى ايباد وعلى اللابتوب، ولهم موقع خاص تقدر تدخله. طيب كيف تتكلم مع اشخاص؟ تفتح التطبيق زي كذا، تتكلم مع اشخاص، هو مثلا في استراليا وانت في السعوديه، هو مثلا في بريطانيا وانت في الكويت، هو مثلا في امريكا وانت في العراق. سمعني مو عراقي، مو وقت ثانيه، مو وقت، كمل. طيب يا جماعة فهذا تطبيق جميل يخليك تتكلم مع اشخاص لغتهم الاصلية انجليزية وتتعلم انجليزي. طيب ممكن يقول شخص يعني ايش فايدة التطبيق هذا؟ ليش مثلا ما اروح مع احد او شيء زي كذا؟ تقدر تروح مع احد، لكن فكرة هذا التطبيق حلوة. ليش؟ لانك تقدر تتكلم هنا بالكاميرا، مثلا تكون لابس شورت، مالك خلق تبدل، لابس كذا سروال، سروال؟ يعني كذا اي شيء لابس، يعني مالك خلق، بس تفتح كذا تلبس تيشيرت كذا وتكلمه. فهذا تطبيق جميل، او حتى على ايفون تمسك كذا وتكلمه. ما يدري انه في كاتشب هنا شوي كذا على الجنب. لا وبعد احسن شيء مثلا انت قاعد تشغل السياره وتروح المعهد والمعهد بعيد وزحمه وحاله، هذا ابد ضغطه زر الا انت تتكلم الشخص، راح يوفر عليك وقت يعني. طيب يا جماعه نيجي للموضوع الجدي، اقصد الاسعار. شوف هو عشان تحمل التطبيق مجانا ويجي معاه دقائق مجانيه، يعني تقدر تجربه وتشوفه بنفسك، وبعد ما تجربه واذا عجبك وتبغى تستمر يقول لك تبغى 15 دقيقه باليوم، تبغى نص ساعه باليوم، تبغى ساعه كامله باليوم، ولا تبغى 120 دقيقه باليوم، يعني تكلم شخص 120 دقيقه باليوم. طيب مثلا نختار نقول نبغى نص ساعة باليوم، حلو؟ يقول لك والله الأسعار جدا رخيصة، جدا رخيصة يا جماعة. شوف مثلا يقول لك تدفع 100 دولار بالشهر بس، وراح أتكلم كل يوم 30 دقيقة. أنا كوني شخص درست على حسابي الخاص لما كنت أدرس لغة، أشوف هذه الأسعار جدا رخيصة. أنا لما كنت أدرس لغة هنا كنت أدفع للمعهد تقريبا 1100 دولار، حلو؟ وعندي أربع ساعات. مثلا هنا لو تشوف تاخذ مثلا ساعتين باليوم يطلع لك الحساب 300 دولار، يعني والله فرق كبير يا جماعة. يعني لو نقول مثلا بناخذ أربع ساعات يطلع لك كم؟ 600 دولار، وهذا وأنت جالس في البيت. وتكلمه بس من الشاشة، وفي كاتشب هنا على الجنب، في هذا الكاتشب. أنا أشوف صراحة أن أسعارهم جدا مناسبة. لو تشوفون يا جماعة هنا الخطط. وين اختبيت يا اثنين؟ يا مرحبتين. تعرفون كيف؟ دام احنا نحب التجارب ونجرب نفسنا دائما، ايش رايكم نكلم أحد الحين؟ إي نعم يلا خلينا نكلم أحد. ما في كاتشب؟ طيب يا جماعة أول ما دخلت الموقع الحين يقول إن عندي خمس دقايق. ديفيد. وصلنا على ديفيد. شو يقرب له ديفيد بيكهام؟ ما له دخل؟ ديفيد. Yes. How are you? Good, how are you? I'm great, you're great. My name is Tun. I'm from Saudi Arabia. Oh, pleasure to meet you. Me too. طيب لقينا شخص اسمه اندي، وراح نتصل عليه. اندي. Uh-huh. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm great. My name is Tun and I'm from Saudi Arabia. Nice to meet you. My name is Andy and I'm from England. You're from England? I am from Liverpool. So I guess it's your favorite team? Yes. Okay, great. Okay, Andy. I went to the stadium today to watch them. Did they win? Yes, 4-1. Congrats, congrats. Okay, Andy. See, I have job interview tomorrow. Yes. And I want you to help me with that. Okay, like what should I say? How should I act? What job is it? To film. Okay. So, they will ask you about your experience. Great. So, have you filmed before? And nice to meet you. Bye-bye. Goodbye. والله زي العسل. بعدين تقيمه. والله نعطيه خمس نجوم والله. يستاهل والله. طيب يا جماعة الحين نكلم شخص ثاني. نشوف مثلا، واحسن شيء يا جماعه طيش فيني نازل زي كذا، واحسن شيء يا جماعه تقدر تشوف صوره الشخص قبل ما تكلمه، وفي محجبات بعد تقدر تكلمهم. طيب نكلم روبن. بعد في شيء مميز يا جماعه، مثلا اذا قال كلمه ما فهمتها يقدر يكتب لك اياها هنا وتكون في هذا الصندوق، تنسخ الكلمه مثلا تحفظها
ولا تاخذ الكلمه هذه وتحطها مثلا في جوجل وتطلعها في جمل. يعني صراحه الموقع هذا جدا يفيدك وفي له خدمات مميزه. زي ما تشوفون يا جماعه الحين الكاميرا شغاله صح، تقدر تطفي الكاميرا، تضغط على هذا ترن كاميرا اوف، خلاص تطفي الكاميرا. زحمه مدرسين بانواع والاشكال، تختار اللي يعجبك. طيب يا جماعه لما نكلم الشخص الثالث، بس بقول لكم مثلا اذا في بنات يبغون يغطون الكاميرا ما يبغون يفتحونها، عادي تقدر تاخذ راحتك، يبغون يطلعون بحجابهم ويبغون يطلعون بنقابهم، المعلمين متفاهمين هذا الشيء. حلو، الحين لما نكلم الشخص الثالث ايش راح نسوي؟ راح نغطي الكاميرا. عندك كلمات ما تفهمها، عندك اختبار مثلا محادثه بكره، عندك واجب تبغى تسلمه ومثلا ناقصك بعض الاشياء، تبغى مدرس يصحح لك، تبغى يراجع معاك، تبغى تسال عن الجمل عن الكلمات، يقدرون يساعدونك ولا عندهم اي مشكله. طيب يا جماعه بقول لكم، اذا مثلا تكلمت مع شخص ونسيت ايش قلت ولا نسيت ايش هي الكلمه، طيب والحل ايش؟ بعد كل فيديو ينرسلك على ايميل، يرسلون لك المحادثه، تقدر تراجع تشغلها وتشوف الكلمات اللي قلتها، تراجع مثلا الاشياء اللي انت قريتها وكل شيء. هذا وقتك حقك ويرجع لك. وتقدر ترفض مثلا انت تكلمهم تقول لهم لا مثلا ما ابغى اسجل هذه المحادثه، ما ابغى تتسجل ولا ابغى ترسل لي على ايميل. قاعد ادور بالموقع هنا وحصلت يقول لك مثلا شوف كلاس، ندخل نشوف الكلاس. جميل جدا، يعني حتى لو ما عندك شيء بس كذا تبغى تتعلم بس ما تعرف ايش تتعلم، هذه قاعد تقول لها مثلا انا بقرا لك شيء من الجريده والكلمه اللي ما تفهمينها قولي لي عنها وانا راح اشرح لك معنى هذه الكلمه. شيء ممتاز والله، شيء يساعد ويطور الاشخاص اللي يبغون يتعلمون ويطورون من نفسهم ويتعلمون اللغه الانجليزيه. انا هنيهم صراحه. باقي الشخص الثالث ما كلمناه لما الحين. مثلا نقول انت كلمت شخص وتبغى ترجع له مره ثانيه وضيعته ما حصلته، تروح على الستوري تحصل الاشخاص اللي كلمتهم هنا. انا كلمت شخصين لما الحين. موقع منظم ومرتب صراحه. طيب خلينا نكلم ساميون. سايمون سايمون. تتصل على سايمون. How are you? سايمون. Yes, hi. How are you? I am doing well. Thank you very much for asking. My name is Toon. I'm from Saudi Arabia. Hello, Toon. Nice to meet you. Can I cover the camera? Is that okay with you? Yes, that's perfectly fine. That's perfectly okay. Thank you, because there is some ketchup on my pants. Okay, well, very sorry to hear that. That happens, I suppose. thank you, man. Thank you so much. Ketchup on your pants. I like that one. That's good. Okay, great, Toon. Hope to see you soon. Thank you. Bye bye. You're welcome. كذا يكون خلص وقتي وكلمته. والله سايمون خطير والله. شوف يا جماعة على طول جتني رسالة على الإيميل. يقولون أرسل المحادثة. ونشوف. Hello there. How are you? Simon. هذه المحادثة. I like that one. That's good. صراحة التطبيق جميل يا جماعة وراح يفيدكم كثير إن شاء الله. طيب يا جماعة كذا يكون وصلنا مع هذا المقطع، صراحة التطبيق جدا جميل وراح يفيدك كثير إن شاء الله. تقدرون ترسلهم على هذا الايميل بالانجليزي ولا بالعربي 24 ساعة اي يوم في الاسبوع وراح يردون عليكم ان شاء الله. وتقدرون تتواصلوا معهم على طريق تويتر او الانستغرام، هذا الحساب حقهم وهذا رقمهم على الواتساب. اذا تبون تكلمونهم، تبون تستفسرون عن شيء، تبغى تسال عن اي موضوع راح يساعدونك ان شاء الله. نصيحتي لكم حملوا هذا التطبيق لانه راح يفيدكم باذن الله وفي وقت مجاني، يعني تقدر تجرب. وبالنسبة للبنات تقدرون يغطون الكاميرا ولا يكلمونهم بالحجاب او النقاب، ما عندهم اي مشكلة. طيب يا جماعة بكذا يكون وصلنا لنهاية المقطع مرة ثانية، كان معكم ثنيان خالد، مع السلامة.